يواصل عون الجولاني دراساته في تطوير جهازه الذي يساعد على الحد من الملوثات المنبعثة عن المصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، والتي تهدد التوازن البيئي بالانهيار وتساهم في مضاعفة ظاهرة الاحتباس الحراري. هذا الجهاز الاحتباس الحراري هو جهاز بتخلص من 4 مشاكل، هو الغبار والدخان الأسود والحرارة وثاني أكسيد الكربون. وهذا المشروع كل مصانع الكيميائيات والمصانع المفاحم والمصانع الضخمة جدا المنتجة للسموم، هذا المشروع بفيد بالتخلص من هذه المشاكل. الجهاز الذي صمم من مكونات بسيطة يعمل على امتصاص الغازات خاصة ثاني أكسيد الكربون وتحويلها إلى حبيبات من البودرة الناعمة التي يمكن التخلص منها بسهولة. يعني هذا مفيد جدا لأنه بخلص العالم من السموم، بس السموم هذه بيحصل عنها سرطانات ومصانع منتجة لجميع أنواع السرطانات. هذا الجهاز وظف لهذه المصانع. الابتكار يعد الأول من نوعه ويوضع على مداخن المنشأة المستهدفة، ويعمل على التخلص من الدخان الأسود ونحو 90% من الغبار و70% من الحرارة و60% من غاز ثاني أكسيد الكربون. احنا بدنا مين يدعم هذا المشروع كدولة أو كمهنيين؟ سعر الجهاز بكلف من 70 إلى 80 ألف شيكل، زائد إذا كبر المصنع المنتج للسموم، فبالتالي إحنا مضطرين نكبر هذا الجهاز، فبالتالي بيعلى السعر، يعني ممكن يصل 120 ألف شيكل، ممكن يصل أكثر. كتاب إنجازات الجولاني حافل بالنجاحات رغم عدم حصوله على الشهادات العلمية، فقد توصل إلى اختراع يعمل على توليد الطاقة الكهربائية من خلال الاعتماد على نبضات حركة مياه البحر. حاجة البشرية للتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري كانت الدافع الأساسي وراء حصول الجولاني على براءة هذا الاختراع، لكنه لا يزال يصطدم بقلة الإمكانات التي تمنعه من تسويقه على المستويين الداخلي والخارجي. حمزة السليمي، تلفزيون وطن، من مدينة بيت لحم.